أيها الناس، في كل القرآن الكريم بالصفحة 504 بالصفحة 504 بالصفحة 504 الآية 15 من سورة الأحقاف، اللي الخطاب الإسلامي ولا حدا دلكن على هذه الآية. هاي الآية طبعاً مع احترامنا للحج هو ركن أساسي، لكن هاي الآية أهم الحج. يعني دائماً بقول لك يذهب إلى الحج، يعني هو سعيد أنه الله فتح له صفحة جديدة، يعني لغاله سيئاته مع حسناته. أيها الناس، هذه الآية بسورة الأحقاف الآية 15 من الله، الآية طبعاً تضمن لكم الجنة حصراً ورجاءً لكل الأشخاص بكل الأعمار، خاصة الذين وصلوا سن الأربعين. قال تعالى صراحة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، فقط قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. تفضل يعني بكل أعمالك الحسنة ويلغي السيئات، بينما في الحج بيقول لك بدي أفتح لك صفحة جديدة. إذن لاحظت إيش إنه هاي الآية أهم الحج، وقولة بياخذ معك دقيقة، رجاء حطوها فوق السرير، اكتبها هيك فوق السرير، حطها داخل المطبخ في غرفة الجلوس. يعني عم تتابع الآية 16 من سورة الأحقاف: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد صدق من الله، ومن أصدق من الله قيلاً.